أن ترى النتيجة لحد الآن التعادل السلبي والحذر الواضح من كلا الفريقين مع أفضلية أفضلية السيطرة للصد ومرتدات خطيرة كانت من شباب الأردن. هذا اللاعب رقم 5 بهاء عثمان اللاعب التونسي المحترف التونسي مع نادي الصلد. متى يبدأ الدوري؟ متى نرى كرة القدم؟ متى نمارسها؟ متى تعود الحياة لملاعبنا؟ لذلك الشريان الأول شريان الحياة أتت به. عبد الله ديب ركنية داخل المنطقة ولكن عادت من جديد للبحث عن مرتدة لشباب الأردن، خطيرين في المرتدات. ولكن المشهد الأول والحكاية عفوا تمرنا عبد الله الذي يلعب احيانا نرى على الجناح الايسر ويلعب في العمق واحيانا ذلك وسيم بكره تعود مره اخرى للشباب والتسديد ولكن الدفاع يا سلام يا سلام عليك. الموهبه والاناقه لا يعنيان اي شيء بكل صراحه من دون الدقه والصرامه. نعم لديك موهبه واناقه في اللعب ولكن يجب ان تمتلئ. رويس العبادي ويس العباد الذي يحاول كرة عرضية ولكن عادت للشباب وصلت. يعني هناك بعض الأمور لا نريد دائما أن نذكر بأن الحكم يعتبر جزء من اللعبة. لذلك نادي الصلد في هذا اللقاء يعني كان خطير في أوقات كثيرة في هذا اللقاء. وشباب الأردن استطاع محمود الحديد صاحب 40 عام أن يتعامل مع هذه المنظومة القوية. نادي شباب الأردن هناك محمد راسم محمد يرسل كرة ولكن دفاع الصلد متواجد سامر عسفة وأيضا هناك بهاء عثمان المدافع التونسي الذي أخرج الكرة برأسه. هذا اللاعب الذي عندما شاهده جمال أبو عابد قال تعاقد معه. إضافة جديدة لدفاعات الصلد كرة للشباب عرضية ولكن أبو هزيم أيضا من الأسماء التي لمعت في هذا اللقاء. كرة للصلد عثمان لعبيدة محاولة جذب لاعبين شباب الأردن إلى الأمام البحث عن ثغرات في ميدا رويدا إلى الملاعب ولكن البعض يشتاق لمعشوق كرة القدم. أتمنى بأن تأتي الجماهير وأيضا الحضور الجماهيري لهذه البطولة تنتهي. لذلك هناك حكاية وهناك الحكاية ما زالت مستمرة ومن الأسماء التي كانت على الواجهة ولكن لذلك تواجد بها عثمان كانت إضافة قوية لدفاع الصلد وكانت كلمة أبو عابد في المكان الصحيح. والدليل على ذلك شاهدوا خط دفاع الصلد عيني عليهم باردة بصراحة. هذه كرة من جديد إرسال داخل المنطقة ولكن هناك سيف حاضر وسلامات لسيف ولكن عادت من جديد. حرب البعض قال والأقاويل تقول أنها حرب كانت ما بين مملكة بريطانيا ومملكة الدنمارك ولكن أقول بعض الأقوال وبعض نقلة نوعية في لحظة. من جديد تعود للصلد استلام ممتازة تنقل بهذه خطيرة لويس العبادي. ويس ينطلق ويس جميل ويس ممتع ويس ماهر ولكن صعب على كلا الفريقين. العامل البدني الإجهاد الركض الطويل أثناء المباراة قد يؤدي إلى اليوم أعتقد وسيم ريالات لم يظهر بالصورة التي شاهدناها أمام الكرمل. وسيم ويس العبادي ولكن ما زال هناك الوقت الطويل. طية ولكن تدخل بآخر لمسة من المدافع وعديدة ومتنوعة على الاطلاع وعودة الحياة واكتشاف
من جديد تلعب الكرة ونلعب في الوقت الإضافي عصلت والشباب Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And